الناس، هل بحثتم في، طيب أنتم تقولون الإسلام الإسلام، هل بحثتم في كل الأديان؟ أنتم تصادرون في هذه المسألة، يعني جئتم الإسلام فقط بحثتم في الإسلام وانتهيت. الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. إذا أثبتت لك أنني موجود داخل هذه القاعة في هذه المحاضرة فلست مطالبا أن أثبت لك أنني لست خارج هذه الغرفة وهذه القاعة. إذا ثبت أن هذا حق فما خالفه باطل وما ناقضه باطل. فإذا أثبتت لك صدق الإسلام انتهى النقاش ضرورة، لأن كل ما سيخالف هذا الحق الواحد هو باطل. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة هي موافقة ما في الأذهان لما في الأعيان. الحقيقة هي حال المطابقة بين الشيء الموجود في الخارج والموجود في ذهني، فهمي له. هذه الموافقة لابد أن تكون أحادية. طبعا في عصر ما بعد الحداثة بوست مودرنيزم يحاولون إقامة سيولة للحقيقة، يقول لك لا الحقيقة أنت تصنع الحقيقة، لكن هذه دعوة هم نفسها لأنفسهم لا يلتزمونها. الحقيقة الخارجية خارج ذهني هي واحدة، فإذا أثبتت لك هذه الحقيقة الواحدة الأحادية ثبت بطلان غيرها. الطريقة الثانية للرد على هذا السؤال، نقول نحن عندما نبحث في النبوات نبحث بالأقسام الكبرى، نقول إذا كان هناك إله إما أن تكون هناك اتصال أم لا. إذا ثبت أن هناك اتصال بين الرب سبحانه والناس نقول إما أن تكون دعوة مثلاً هذه الأديان توحيدية أو دعوة لآلهة كثيرة. ثم نأتي إلى دون أن نبحث في كل الأديان، إذا ثبت أن الإله واحد كامل سننفي كل الأديان. إيه؟ كل الأديان التي تنكر إله، لأن هناك الآن في التعريف الفلسفي الدين ليس فقط فيه إله، هناك الدين بمعنى المنظومة الكونية حتى لو لم يكن هناك إله، تطور مفهوم المصطلح ريليجن. إذا انتهينا إلى هذا المعنى سيكون هناك إله واحد كامل، ستتقلص الاختيارات. بين هذه الاختيارات ستنتهي ضرورة في العام الأغلب إلى خيارين فقط، إما الإسلام أو النصرانية. كتاب براهين النبوة، ولأنني من محبي النصرانية بالمعنى العلمي وليس بالمعنى النفسي، الكتاب قائم على هذه الفكرة. الكتاب كل برهان إسلامي على صدق الإسلام يقابله في من نوع من نفس جنسه وعينه يقابله اختبار النصرانية في نفس الباب، باب الأسانيد، باب العلم، باب التاريخ، باب الأخلاق، باب العقيدة، باب التوحيد، باب النبوة، دائما هناك بيان لحقيقة الإسلام ثم رد على النصرانية. فبهذه الطريقة بالطريقة الاستقرائية ستنتهي إلى العلم أن الإسلام هو الحق الذي لا يدنيه شيء ثاني. حقيقة هذا الباب لن تجد نفسك في حيرة. المسافة التي تفصل الإسلام